ሌላው ክፍል እንግዲህ አሳዓቱ التي يستجاب فيها للعبد الله سبحانه وتعالى ከእዝነቱ የተነሳ ዱዓን የሚቀበልበት ጾለትን የሚቀበልበት የጊዜ ገደብ አላደረገ ولكن جعل الاوقات التي يتجلى فيها رحمته اكثر ነገር ግን የሱ እዝነት ችሮታ የሚከፈትበት ጥሩ ጥሩ ሰዓቶች አሉ በእነዚህ ሰዓቶች አውቀን ዱዓ ማድረግ ያለብን አላህ እንድትለምነው የሚፈልግበት ሰዓት አለ እነዚህን እናያለን አንደኛ አወለን في جوف الليل ودبور الصلوات المكتوبه ከሌሊቱ ክፍል በተለይ ወደ መጨረሻው አንድ ሶስተኛ ሲቀር አሁን ባለ የሱብሂ ሶላት ሂሳብ 9 ሰዓት ጀምራ ተነስተ መታደርገው ዱዓ አይመለስም فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتين تدايقوا اي الدعاء اسمع يا الله ملكتنا يتو صلاتنا دعانا يبلت الله سندم السماء قال جوف الليل الاخير كاز لليتو يمجرش وقف النوا وطبور صلوات المكتوبه تكمم فرد كون صلاتوش بحالا امي الدرقوا دعاء النزي الله زندي بلت تدماج ناتشو على النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل كلليك في المنساتنا دعاء ما درك نبي صلى الله عليه وسلم ليلة حديث لمن يلالو ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى لسو لك أنه بمجبى ملكو ودى سماء الدنيا لليت عند سوستنيا سكان يوردال انديت الله نومياك وراسو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ثلث الليل الاخير فيقول يعني يطرا ود فطرانو من يدعوني فاستجيب له ما انه من منني اما درجلت ومن يسالوني فاعطيه ما انه يطيقني ام ستو ومن يستغفرني فاغفر له ما انه مهرني ملي ما عرفتان ملك سبلال رواه البخاري ومسلم ليلت تنستن دعاء ما درج اي ملسن يا ليلت طور عند ጥጋበኛ ባለ ስልጣን የደረሰበትን ውድቀት እንመልከት አንዲት ሴት ንብረቷን ገንዘቧን ወሰደባት መጣችና ገንዘቤን ስጠኝ እንጂ ብትለው አዋርዶ ላካት አረስተኝ ይሰጣት ፈቃደኛ አይደለም እንግዳ ለሊት እንግዳ ዱዓ ረግብሃለው አለችው አይ አደራሽን ከሌሊቱ አንድ ሶስተኛ እንግዳ ተባራቻላት ይያሾፈነው እሱ እቺ ሴት ተነሳችና ለሊት ወደ አላህ ማልቀስ ጀመረች የተበደለ ሰው ዱዓ ይመለሰም ይህ ሰው ከጥቂት አመታት በኋላ ከጥቂት ወራት በኋላ ተዋርዶ ከስልጣኑ ተባሮ ዱንያው የት እንደገባ ሳይታወቅ ለማኝ ሆኖ መንገር ላይ ስታልፋየችው አንተ ነህ እንዴ አው እንግዳማ የመከርከኛች ሰዓት ተቀማኛለች አለችው ተዋርዶ ለማኝ ሆኖ ተረይ ሰው የሌሊት ዱዓ ይመለሰም ለዛ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ አተህዘኡ ቢዱዓኢ ወተዝደሪሂ ወማ ትድሪ ቢማ ሰነዐ ዱዓኡ ሲሃሙ ሌይሊ ላ ቱኽጢ ወላኪን ለሁ አመዱን ወልልአመድ ኢንቅዳ አንተ በዱዓ ነው እንዴ ምታሾፈው የሌሊት ጦር እኮ ከተወረወረ አይስትም ጊዜ ገደብ ይኖረዋል ያ ጊዜ ደግሞ ተፈጻሚ ይሆናል ዱዓ በሌሊት አይመለስም ኢንሻአላህ ثانيا ሁለተኛው بين الاذان والاقامه ሶላት አዛን ተብለው ሶላት እስኪቆም ድረስ ያለው ሰዓት ዱዓ አይመለስም እጃችንን እናንሳ ለቀውል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ምን ይላሉ الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه فادعوا الو ዱዓ ከአዛንና ከኢቃም በፊት ያለው ሰዓት አይመለስም አላህን ተማጸኑ ተብሎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይመለስም መስጂድ ገባን ሱና እንደሰገድን እጃችንን እናንሳ ان شاء الله يا الله بركفتنا ليله وثلاثه يوم الجمعه غير كساعاتوچ يوم الجمعه الجمعه كان دمو دعاء ايملس ان شاء الله ان في الجمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعه لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله الا استجاب له يوم الجمعه عندي ساعه قالتش قال الجمعه كان بذي ساعه عند باري الله انا يمصنوا بذي ساعه الله شي يالو بيقول انت ايش ساعه يتوانات مولو كان دعاء نادر عندنا العلماء وش كعصر بها لانه يلالو خطب علينا ويلالو جمعة كان ملو ما درك يتودد بتلي كعصر بحال يلالو رابعا أردتني عند نزول الغيث زناب سيورد دعاء كتدرق يا الله رحمتي وردس لو هنا استجابة كفتنا إن شاء الله نبي صلى الله عليه وسلم يلالو ثنتان ما ترداني هلت دعوج عيما لسم الدعاء عند النداء تري سيدرقنا وتحت المطر زناب سيدرق امي الدرق دعاء عيما لسم زناب يورد امي التدرق دعاء حديث حسنه شيخنا الباني رحمه الله
خامسا امستنيو في السجود سجود لي مريت يتكبرون جنفا جنبارهن مريت لي لا الله دفته متارقو دعاء ايما لسم يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش من الالو صلوات يا ورداتشنو صلى الله عليه وسلم من الالو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عند باركو لالله بتام قرب ميهونو سجود لي سيدفانو بتكبروا جنبارو افر لي سيلا تمنو فاكثروا الدعاء دعانا بزيهن يعلو نبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقتوش بزوناتشو باكترو عند شرب ماء زمزم يزمزم حاسد تتا يهي دعاين من لسم ماء زمزم لما شرب له بلو عن نبي صلى الله عليه وسلم زمزمها لتتقبث نقري ولا يعني يتتا يدركوا دعاين من لسم يوم عرفة يعرفة كان مدرك دعاء ليلة القدر رمضان ليالة شلاليت شهر رمضان رمضان ور عند الإفطار ستة فطر صومه له ربو ستة فطر بتصبروا لب براها بقون متارقوا صولة عين ملسم عند الكعبة كعبة للطواف يا درك عند الطواف وعند ختم القرآن قرآن دا ختمك مدرك دعاء في السفر من قدوت رهاب صحيح انقلعت متارقوا دعاء يهم عين ملسم يلعلو نبي صلى الله عليه وسلم سلزي بنزي ساعته في بلك من برحتة تلبن الله تعالى ما يملسات شو دعوه كنا لن عندنا ولاج بلجولي ما يدرقوا دعاء أي ملسل ولتنا يتبدل سو ما يدرقوا دعاء الله يملسوا أي ملسوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي من يقول ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن سوست دعوه تشكو الله يتقبلات شوالي هل من امترتر دعوة الوالد على ولدي ولاج بلجولي ما يدرقوا دعاء أي ملسم ودعوة المسافر من قد يوطس سفر دعوه يملسم ودعوه المظلوم يتبدل سوقه كسلمنا وجه على سو انكوا بيوان بدله دعاء كادرج بيدرسال كافر انكوا بيوان يسو نبياته صلى الله عليه وسلم ليلا حديثاتهم من يلالو دعوه المظلوم مستجابه يتبدل سو دعاء الله يتقبله وان كان فاجرا مطفو شرنيا سو انكوا بيوان سو أراج سو قدين قابيهم الله يكبلوا على ففجره على نفسي بدلوا براسلين تبدلوا كونا الله فتحوين أدونا عليك فتحني سدال يتبدلوا سو دعاين من لسم يقدمان ستيو تاريكي تنال يا بالا سلطان انديت بلون نتوقوتا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتي بالندم نامت عينك والمظلوم منتبه يتو عليك وعين الله لم تنمي أنت سو مبدلة يسلام انقلب الثاني على يتبدل سو ليتكم الله ان ينغرا الله دكم من سلازي دعاي ستال سلازي يتبدل سو دعاي ملس ادرا وندمي ليلو الله كم يقبلاتشو دعاوت دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب لو وندم بروك متادرقوا دعاء اني هزي بني غندر لالسو ما درغوا دعاء امريكا لالسو ما درغوا اي ملس روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء أبي الدرداء بس لفوت حديث رضي الله عنه نبي منعلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي منعلو دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عندون دم لا عندون دمو بروك أمي عدر قو دعاء أي ملسم عند رأسه ملك موكل رسولي الله يسكمته ملائكة الله كلما دعا لأخيه لو اندمو بطرو نقر بخير بطرو نقر دعا سيادرق قال الملك الموكل له إيه ملائكة من إلال آمين ولك بمثل آمين لأنت ما الله يدرق الله لوال باند دنقاي ولتوف مالتهين سبحان الله أنت لو اندمو دعا سيادرق لأنت ما الله ملائكة ولأنت دعا رقا لو اندمو ميات الرئي درسوال إذن بدو علي ለሌሎ ወንድሞቻችን በሩቅ በማደግ ላይ መበራታት አለብን ያኩም አንተ ትዑ አላ ወለድኩም እኔ እና ታባቶችን አደረአምለው ልጆቻችሁ ሊያስከፋችሁ ይችላል በእነሱ ላይ ዱዓ ከማድረግ ተጠንቀቁ ዱዓችሁ ይቆርጣቸዋል ልጆችም እና ታባት ተቆጠው ዱዓ እንዳያደርጉባችሁ ተጠንቀቁ ዱዓ እንዲያረጉላችሁ خدماتكم تنكبكباتكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث لا تدعوا على أنفسكم
በነብሶቻችሁ ላይ ዱዓ አታድርጉ ولا تدعوا على اولادكم በልጆቻችሁም ላይ ዱዓ አታድርጉ አትርገማቸው ولا تدعوا على اموالكم በንብረቶቻችሁም ላይ አታድርጉ لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم الله اكو كفت بر ያደረገው ያጋጥማችሁን እስቲጃባ አድርጉት ጉድቱ ሆናላችሁ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله ይቀበሉ አለ አንዱ እጅህን በእጅ ይሆንባል بزمناتنا عند تاريخ من قد أمسلاته أن رجلا كان له ولد صالح طيب عند أبات طرو رجاله الله نمي ود بتمرت بوبز مسجد من ملع لسجن عندي كتمرت تنعت ليس لك أي بفتنا سامن سلك أي رفت فلقنا يا أبات مكينا يزو لزنا أننا فلقا أبات روك الفص طيب لو أم بيعلا إيه لجمنا يادر قنا لجنو الناتون لأبات كل فندت تكبل اللي تلاكات ناتي تودا ستيكو أبات تقوت عندي تسواني لكبن يا لبلو فقال الوالد لوالدته لم استيتو من علات خوزي هذا المفتاح وأعطيه الولد للجوهن كل فسجن ناسجو أسأل الله ألا يرد الله نتيكو عليه لجن دايما لسلبي أبات قزيو تندونون جي ينترو لجي ودو عليكو قنيتش دو علفتش يقول فأعطيت الولد المفتاح للجوهن كل فسطوت فانتظرناه ساعة وساعة فلم يحضر ይሄ ልጅ ሰዓት አጠበቅነው ልጅ አልተመለሰ እንትላለች وانتظرناه فلم يحضر حتى جن الليل مشيتسكي ገባ درس ጠበቅነው አልመጣም وانتظرناه طوال الليل ሙሉ ሌት ጠበቅነው አልመጣም واذن الفجر ولم يحضر ذلك الولد ልጅ ግን አልተመለሰ ከዛም ጧት ላይ ፖሊሶችን እንደልጃች ይዘን ማፈላለግ ጀመርነ ለካስ ከባድ አደጋ ይሄ ልጅ ገጥሞት ነበር يا بات دعاء قصفت نبر وما تفي ذلك الحدث بزاد جهلج مطال وهو في ثلاجة من ثلاجات الموتى في أحد المستشفى كمتان مكمت البت فريجوست قبط عدنيت سبحان الله ووافقت بابا مفتوحا ايش دعاء يا بات رقمان يا الله نتكفت براقنيت الله متكبلات ايش دعاء أدرى الناتوش أباتوش ልጆቻችሁን አትርገሙ ዱዓችሁ አይመለስም ልጆችም የነሱ ርግማን እንዳያርፍባችሁ ተጠንቀቁ በል